بعد ما ظهرت نتائج الثانوية هايدي اليوم يمكن بعض الأهالي ما كانوا رضيانين على هي النتيجة، ودائما نحن بنعرف أنه بيضلوا ناطرين النتيجة، يعني حصاد خلينا نقول تعبهم وتعب أهليهم، ولكن بعض الأهالي بيروحوا للردات الفعل العنيفة إذا كانت النتيجة ما كتير على ذوقهم، فممكن هذا الشيء يسبب ضغط نفسي للطالب، وخاصة نحن رايحين على التكميلية. تماما ناير، خلينا نكون واقعيين، اليوم يمكن نسبة النجاح كانت جدا قليلة إن كانت بالفرع العلمي أو الأدبي، طلاب يمكن قدرت تجيب علامات عالية، المجموعة اللي بدها إياها وهي ما أنا بحاجة للتكميلة، وبنفس الوقت في نسبة كتير كبيرة من الطلاب هنون اليوم بحاجة ليكملوا ليحسنوا اليوم من مجموعهم، يعني التكميلية صارت على البواب، لازم دائما ننسى الشيء اللي مضى ونركز اليوم على المواد يلي عنا، البكالوريا هي مو نهاية العالم، لهيك اليوم طلابنا بحاجة كتير كبيرة للدعم النفسي والمعنوي. تفاصيل كتير مهمة مشاهدينا رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة ربا خضور أخصائية في طرائق التعليم وتطوير المناهج. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك للسادة المشاهدين والقناة الأخبارية، ومبروك للناجحين مع أنه الموضوع عن الطلاب اللي نجحوا، فرصة أفضل للطلاب اللي بدون يكملوا أو بدون يعيدوا بالسنة القادمة. أهلا وسهلا دكتورة، ونحن أكيد باركنا ورح نرجع نبارك لكل حدا تفوق بهي السنة، ونتمنى هيك دائما نشوف طلابنا بمستويات جدا عالية. بداية يعني خلينا نروح للأهل، ودائما هنن السند وهنن الداعم الأول للطالب. اليوم شو هي أهم الطرق للأهل لدعم طلابهم خلال الامتحانات ما قبل وبعد؟ طبعا دعم الاهل ما ببلش وقت الامتحانات، يعني انا بشوف ام او اب غير داعم بالفترات السابقه بيجي هلا فجاه بصير داعم، هذا الشيء بيعمل له شوك للطالب ويستغرب. ففتره الدعم بالاساس هي بتبلش منذ الطفوله وبالمراحل الانتقاليه وقت الامتحانات، الطالب الابن بيعرف انه عنده اهل داعمين، فبيجي هلا وقت البكالوريا او وقت الشهاده بيعرف انه انا هلا فتره الدعم او فترة الامتحان حيكون عندي دعم مضاعف، الدعم وليس السيطرة. فدور الأهل بالدعم كتير ضروري. فمثلا ممكن مثلا يصير الدعم عن طريق المشاركة، يعني الأهل لما بده يجي وقت الامتحان ممكن يشاركوا ابنهم بوضع برنامج للدراسة، ممكن يشاركوا ابنهم بمشاوير برا البيت، ممكن يشاركوا ابنهم برأيه بمنهاج معين، وين عم بيلاقي صعوبات، وين سهل عليه وين صعب عليه. فموضوع الدعم عن طريق المشاركة هو المعنى الأساسي للدعم، وبرجع بقول الدعم وليس السيطرة أو فرض الرأي على الابن. تمام دكتور ربا، يمكن في نسبة منيحة من الطلاب اليوم ما حالفهم الحظ، نتائجهم كانت مو مرضية لهم اليوم لمجهودهم وتعبهم، اليوم قدي ممكن يأثر هذا الشيء عليهم، وكيف ممكن يتداركوا هذه المشاكل اللي وقعوا فيها كرمال يمكن يكونوا يحسنوا أكثر بالتكملة؟ طبعا الطلاب عبارة عن نماذج مختلفة، يعني ممكن مثلا نلاقي طالب ما حالفه الحظ بهي الدورة سواء رسوب أو مجموع غير مرضي، فممكن يكون حساس، يكون زعلان، يكون مقهور، هذا الطالب يفضل أنه نعامله بطريقة تغلب عليها الشفافية والحساسية، أبدا بدون تجريح، أبدا بدون مقارنات، وخصوصا المقارنات البغيضة أحيانا بتصير ضمن العائلات، فهذا الطالب لازم نبعد عن التجريح والتنكيل فيه بأي طريقة من الطرق. بنلاقي طريق طبع ثاني لطالب آخر، وطالب مستهتر، يعني مو فارق معه طلعت النتيجة ولا كأنه صاير معه شيء، حتى كمان ممكن يجي بالصوت العالي على الأهل. هون أنا بقول للأهل إن ولا تبخسوا نفوسكم حقها، لازم كمان أنتم تبينوا له سبب عدم تحصيله أو سبب رسوبه، ولازم يصير في نقاش. وإذا كان مستهتر هذا الطالب المفروض نحن نحسسه بالمسؤولية، أنه أنت هي مسؤوليتك، نحن هيئنا لك، نحن ما قصرنا معك، وإذا قصرنا معك خبرنا. فلازم يكون في نوع من الشفافية بين الأهل والطالب لحتى يبين أنه هالطالب يلي استهتر لازم كمان يحس بالمسؤولية. بيجي أحيانا أحد من الأهالي بيقول له أنه أنا مثلا المبلغ اللي حطيته عليك بهي السنة لا
لحتى تحصل او تدرس وما وصلنا لنتيجه معينه، كنت ممكن تاخذه انت وتشتري فيه شيء لمقتنياتك الشخصيه. فموضوع انه نحسس الطالب بالمسؤوليه موضوع ضروري. فحسب طبيعه الطالب نحن بنتعامل، في اهالي كثير مهتمين وطلاب متجاوبين مع هذا الاهتمام، وفي في اهالي كثير مهتمين وطلاب غير مبالين، وبالعكس في اهالي غير مهتمين بالمره وطلاب مهتمين وممكن يعطوا نتائج بارعه. فهون حسب الحاله ممكن نحن نتعامل، ممكن يصير انتراكشن تفاعل بين الاهل والطالب. طيب دكتوره اليوم يعني نحن خلينا نقول اسابيع يمكن تفصلنا عن التكميلي، واليوم يعني ردات الفعل لنا كانت عنيفه من بعض الاهالي. اليوم الطالب يمكن خلينا نقول في ضغط نفسي عنده، ولكن ما انه عم يظهره للاهل، وايضا الاهل مضغوطين. نرجع نحن دائما نقول يعني حقهم، يعني من حنيتهم من دافع الامومه، مثلا اليوم الام عم تقسى على ابنها، ولكن نحن هلا في فتره حساسه. اذا هيك من خلال رؤيتك ومجالك من نحط خطة للتكميلية ما بين الأهل والطالب. طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك الحنية، موضوع الحنية أنا كثير بشدد عليه، أنه بالأخير حتى لو كنت قاسي على ابنك رجع حسسه بالحنية والحب، لأنه هذا الشيء اللي بيرجعه، وهذا لقدام هو لما كمان بده يربي أجيال بيتذكرك أنت كيف تعاملت معه، وممكن يعرف هو كيف يتعامل ويكون ناضج ليبني أسرة للمستقبل. فالحنية والحسم، الحنية والحسم هنن وجهان لعملة واحدة، وهنن يلي بيحاولوا يوجهوا الطالب لمسار صحيح. نجي على التكميلية، بفرض انه طالب عنده تكميلية، ما بيجي بيهدم بيردم كل شيء درسه وبيعتبر ان التكميلية هي فترة جديدة. لا، التكميلية هي نقطة اكمال لمرحلة بناء بالسابق. انت بتنظر للماضي، انت على شو ركزت، على شو ما ركزت، شو سبب انت بهالمادة ما جبت مجموع عالي او ما جبت درجة انت تحس حالك تستحقها. السبب مثلا تقصير بشابتر معين، بمقطع معين بالكتاب، فبالتالي انت بتروح على الشيء يلي انت مقصر فيه وبترممه. ما بتحس حالك انه انت ما عملت شيء بالسابق او هذا الشيء اللي عملته كله غلط، ولكن لازم ننظر للتكميلية انه هي نقطة اكمال لحتى نبني حجرة ورا حجرة لحتى نوصل لدرجة مرضية سواء للأهل والطالب، خصوصي انه هي فعلا فترة تحدي، يعني بيكون الواحد حاسس حاله انه هي فرصة أخيرة وهي في نوع من المبارزة. ومثل ما حكيت بيكون في حالات تانية، بيكون المجتمع ناطر هذا الطالب شو بده يجي، بيكون الأهل ناطرين. ما نستخف بالمشاعر والصراع اللي عم بيعيش فيه الطالب بهي الفترة، خصوصا انه هي فرصة أخيرة بالنسبة له. تمام. طيب خلينا نحكي بالنسبة للطلاب يلي رسبوا بأكثر من مادة وهنن اليوم انسحبوا من الامتحانات لحتى يعيدوا السنة الجاية، شو في خطة اليوم دراسية ناجحة لهم، بعيدا يمكن كل البعد عن اليأس والإحباط، وبعيدا كمان عن النظرة السلبية من المجتمع عن هذا الموضوع؟ أول شغلة لازم يتعامل فيها هذا الطالب اللي رسب، إنه نقول له لكل جواد كبوة. لابد من كبوات الحياة. طبعا الرسوب صعب، وخصوصي برجع بقول لما بيكون في حالات تانية قريبة هنيك نجاح وهون رسوب، فهي هذا الشيء كتير بيسبب له صراع داخلي للطالب، بيسبب له نوع من الأهل القهر. فبالتالي موضوع الرسوب نتعامل معه بحساسية شديدة. أول شغلة لازم نبحث عن سبب الرسوب. الأهل لازم يكون عندهم معرفة أو تحليل لسبب الرسوب، يروحوا على السبب ويعالجوا السبب. ولازم نشجع الطالب انه يستعد بثقة بالنفس، يعني ما لازم تكون هي الفترة يلي هو عم بيهيئ حاله الطالب لسنة جديدة هو فقد ثقته بنفسه، هو تحطم من جواته، هو تعرض للإهانة، هو تعرض للمقارنات مع حدا آخر ناجح. هي النقاط هي يلي بتهدم السنة الثانية للطالب كمان. فأهم شغلة البحث عن السبب ومعالجة السبب والاستعداد بثقة بالنفس للعام القادم ولكل جواد كبوة. أكيد. دكتورة روبا، اليوم يعني بالإضافة للأسباب اللي ذكرتيها حضرتك، كمان احنا ما فينا ننسى أنه اليوم هذا عمر مراهقة، يعني اليوم عنا خربطة بأفكارنا، خربطة بالهرمون، يعني الشخص المراهق معروف كيف ممكن يكون تفكيره، ممكن يكون خارج سرب الدراسة حتى. يعني قد اليوم مفروض من الأهل أنه ينتبهوا لهي النقطة، يعني يجاوروا الطفل أو الشاب خلينا نقول، يعني يتعاملوا معه كأصدقاء وكتير يهتموا بتفاصيله جدا صغيرة.
ممكن يكون حساس كثير بهي الفتره. طبعا طبعا المراهق مو بايده، لما هو عباره عن تغير اجتماعي، تغير هرموني، انطلاق لمرحله جديده، حتى ممكن يرافقه نوع من القلق، انا كيف بدي واجه المجتمع بحله جديده. بالتالي هي الصراعات تصير عند بالمكنونات الداخليه للطالب، هي لازم الاهل ينتبهوا عليها ويسيطروا عليها بنوع من بعيد، يعني مو كثير انه كمان نحسسه نحن قراب على كل خطوه، على كل غلطه بدنا نعلق على كل شيء ما نو ضمن المسار المستقيم انت مخطئ، لا ابدا. فالخطا هي من سمه البني ادم، واذا ما اخطا فهو ما عم يتعلم بالاخير. فالاحتواء هو رقم واحد. نرجع نقول الحب والاحتواء والحسم ثلاثتهم هي نقاط مشتركه، ومحظوظ الاب او الام يلي بيمتلكوا القدره على انه يعاملوا ابنهم بهدول النقاط الثلاثه، وخصوصي وقت المراهقه هي وقت التغيير الهرموني، وقت الخطا للطالب، وما يخلوه يحس انه هذا الخطا خلص دمر له حياته. الانسان اذا ما اخطا هو ما بالاخير ما هو كتله تناقضات، فبدهم يعتبروا الاهل انه الخطا من ابنهم هذا الشيء طبيعي، ولكن تقويم الخطا عن طريق الحوار والمناقشه هو الاساس، مع استخدام الكثير من الحب والحنيه. اليوم يمكن في كثير من الطلاب فشلوا اليوم ببعض المواد، يمكن ما ركزوا كثير بالمواد نتيجه يمكن عدم اداره الوقت وتنظيمه اليوم بالدراسه، والتركيز يمكن على الشغلات الاساسيه خلال هي الفتره. اليوم خلال فتره التكميليه قد ايه مهم اليوم احنا ننظم وقتنا اليوم كثير قليل لازم نستغله بشكل كثير مناسب، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. الحلو بالتكميليه انه هن المادتين او ثلاثه، يعني هو بحس حاله الطالب ما انه كثير مضغوط بمنهاج كامل، هي الشغله الايجابيه بالتكميليه، فبالتالي هو قادر اصلا على الاحتواء وعنده فكره عن المنهاج، فهي ما انه ضغط بالاخير، بس نحن لما بيصير في اداره للوقت ووضع برنامج، عدم اضاعه الوقت باشياء ممكن تشتت له ذهنه، يعني مثلا عم يدرس الموبايل ما بيصير يكون حتى جنبه، المفروض يكون بغرفه ثانيه تماما، ممارسه الرياضه، الاستمتاع بالهواء الطلق، حتى قراءة الدراما أو الواحد يتفرج معلش على التلفزيون ولو ساعة باليوم، مشاركة الأهل بالأوقات، ما يخلي حاله دائما تحت ستريس، ولكن تنظيم الوقت، النظام الغذائي الكويس، لازم مثلا بهذا الوقت ضروري أنه يركز على نوع من الأغذية يكون فيها قيمة وفائدة عالية للتركيز، ممكن أنه تحسن له نتيجته. حتى النوم ما بيصير أنه مثلا يوم ينام بكير ويوم ينام متأخر، لازم يكون regular time، أنه بوقت منظم ينام بنفس الوقت ويفيق بنفس الوقت، لحتى يقدر يساعد حاله على إدارة الوقت والتنظيم والحصول على نتائج أفضل. أكيد دكتورة، هذا التنظيم دائما نحن بنقول بحاجة لمحيط داعم. خلينا نروح للبيت وعلاقة الأهل مع بعض اليوم، قديش بتأثر على الطالب وقت بيكون أنا جو البيت عندي صافي، قادرة وفر الراحة والوقت المناسب لهذا الطالب، والعكس صحيح، يعني البيت فيه مشاكل، فيه صراعات. خلينا نقول قد ما كان الطالب اليوم شاطر وعنده طاقات وإمكانيات، قديش بيأثر سلبا عليه؟ طبعا هو ما في بيت الا وفي مشاحنات، ما في بيت الا وفي مشاكل، كل البيوت اصلا البيت اللي ما في مشاكل هو بيت ما له طبيعي. ولكن اداره المشكله دائما هي اللي بتخلي الطالب يركز، يعني صارت مشكله معينه، حل المشكله بالاخير وفتح صفحه جديده هو اللي بيخلي الطالب انه خلص تجاوز المشكله. موضوع التجاوز السريع لاي مشكله بتصير بالبيت هو الحل لحتى تستمر الاجواء الدافئه بالعائله. الطالب دائما لما بحس انه المشكله صارت وما تسكرت القصه وما فتح صفحه جديده، بضل عم بفكر كيف الصوره بشكل عام، كيف المشاحنات صارت، مين يلي بلش بالغضب، كيف الثوره بالبيت صارت، فهذا الشيء كلياته بينطبع بذهنه للطالب وبفكر فيه وهو عم يدرس. ولكن لما بتصير المشكله مهما تكون صغيره او كبيره، بيجي رب العائله الحكيم الموجود بهذه العائله، بسكر المشكله، بحلها وبيفتح صفحه جديده، خلاص
خلص بحسسه بالامان للطالب وبيقدر الطالب يتجاوز هالمحنه بسرعه لحتى يتابع. حتى لو تاجيل للمشكله حتى لو تاجيل المشكله لانه اذا البيت ما في مشاكل هذا البيت ما له طبيعي. طبعا مشاكل صغيره انه يشركوا الاشراك الطالب يعني ضمن المشاكل والحلول او اليوم لا لازم يعني نبعد فيه على مسافه اكبر. لما بنقول ما بدنا نشركه كانه عم نستخف بعقله للطالب. هو الطالب ذكي جدا وخصوصي بفتره المراهقه عنده قدره على الاستيعاب ويكون عم يتواصل مع رفقاته بيكون اصلا بجوز فيه هو شايف اجواء ثانيه ببيوت اخرى فهو اذكى من انه نحن نخبي عنه. هو بيكون بيعرف احيانا من علامه وجهه للام بيعرف انه امه متوتره من طريقه صباح الخير بيعرف انه في مشكله صايره. فالطالب اذكى من انه نحن نخبره او ما نخبره هو بيعرف لحاله ولكن اهم هو نحن نعلمه انه احتواء المشكله لحتى يكمل لقدام ونحسسه انه المشاكل موضوع طبيعي. يعني ممكن مثلا نستخدم الفاظ ايجابيه بدل ما نقول تخانقنا نقول تناقشنا فما في داعي نحن اصلا نستخدم الالفاظ السلبيه لحتى نوتره للطالب. ضروري نحن دائما نكون اخذين الموضوع بشكل ايجابي وباتجاه فتح صفحه جديده. تمام دكتوره ربا نحن عم نحكي عن النتائج لحتى نوصل للاختصاصات الجامعيه اللي هي اكيد الهم الكبير اليوم للطلاب او ان كان حتى اهاليهم. قد اليوم في نسبه من الاهالي بتلاقيهم بيزرعوا فكره عند طلابهم انه لازم تطلع دكتور لازم تطلع مهندس هي الاختصاصات نسيانين انه اليوم احنا بحاجه اكيد لاختصاصات ثانيه. يمكن هذا الشيء بيحمل ضغط كبير على الطلاب خلال هي الفتره. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طبعا هلا معظم الاهالي وهذا حقهم يعني لما بيشوفوا انه الطبيب هو ما زال هو اللي وضعه مرتاح بالمجتمع برغم الازمه لما بيشوفوا انه صارت موجه سفر لبرا والطبيب هو اللي لاقى فرصه عمل شيء طبيعي الاهل يوجهوا اولادهم ولكن بشكل عام حلو نقول له للطالب انه هو قادر انه يلاقي فرصه ولكن هذا مو يعني انه اللي درس فروع ثانيه هو ما راح يلاقي فرصه اذا ما تفوق. بدنا نوجه له ذهنه للطالب انه السعي لشيء انت بيحقق لك رغباتك وميولك هو بيحقق لك نجاحك بالمستقبل. هذا الشيء موجود بالتاريخ. الطلاب يلي ما طلعوا اطباء في كثير منهم راحوا لمجالات حققوا فيها ابداع وحققوا فيها انجازات كثير مهمه. فعمليا لازم نشجعوا على السعي والاستمتاع اثناء السعي واستخلاص اكثر ما يمكن من قدراتك. هذا المهم. ما لازم نقول له انت لازم تدخل طب واذا ما طلع لك طب خلص انت ما عاد لك فائده. لا في كثير الطلاب بيكونوا داخلين الفرع العلمي وبيكونوا كثير تعبانين على الرياضيات الفيزياء والكيمياء بيكون دخل حقوق اخر شيء وابدعوا بالحقوق. طيب كيف معناته الحقوق فرع ادبي بالاخير بيقول يا ريتني ما دخلت من البدايه علمي ولا عذبت حالي. بس بالاخير لما انت بتحس حالك خلصت البكالوريا وميولك تتناسب مع دراسه الحقوق ليش لا. بالعكس الحقوق كثير له مجالات واسعه وممكن تبدع. الذكاء الصناعي هلا كثير بنستخدمه و30 سنه لقدام حيلتغي كل شيء رح نعتمد على الذكاء الصناعي. طب ليش ما نوجه اولادنا على شيء نحن متنبئين للمستقبل اللي هو رح يسيطر على المجتمع. بالتالي هي ما فينا ننكر انه الاطباء ماشيه امورهم لهلا كثير منيح وهذا الشيء ممكن نناقشه فيه للابن. بس هذا مو يعني انه الابداع بمجالات اخرى ما ممكن توصلك للهدف يلي انت بتحبه او المتعه يلي انت رايده. النقطه الثانيه بدي وضحها لما بيقولوا بالاذان حي على الفلاح. شو يعني الفلاح؟ الفلاح هي الاستمتاع اثناء اداء الجهد. يعني انت عم تدرس لا تحس حالك مضغوط وما تحس حالك انه اوف ايمتى يخلص هالكتاب وايمتى يخلص الفحص. لا حاول استمتع بالمعلومه اللي انت عم تدرسها وحاول وظفها لحتى تستخدمها بحياتك اليوميه لحتى ناخذ اكثر ما يمكن من الانتاج منك. ما تفكر هلا انا بدي ادخل الفرع الفلاني. فكر أنا قدامي علم هذا العلم بدي استمتع فيه لحتى أوصل لأعلى مستويات الإنجاز. دكتورة روبا تجزئة لكلامك استضفنا كثير ضيوف خلال صباحنا غير أطباء ولكن كنا نستقبلهم بصفة أخرى كوتش رياضة عازف مثلا كمان حتى بمجال التسويق يعني ونسألهم اليوم أنه أنتم اختصاص أطباء أسنان أطباء أي فرع ثاني ولكن اليوم نحن أنتم معنا بصفة أخرى يقولون هذا كان شغفنا ولكن كان الدراسة هي إرضاء للأهل يعني أكيد. فاليوم أكيد. الطالب حتى لو عم يرضي أهلي عم بيروح فيما بعد لحتى يحقق هذا الإبداع.
يلي عنده. ذكرتي نقطة اليوم إنه الطالب ممكن اليوم يشعر إنه بعد هذا الفحص في تكملة هي النهاية لإله، ولكن إحنا كيف قادرين نقنعه؟ بالعكس هي فرصة. إحنا من زمان كانت البكالوريا حلم للطالب، ووقت اللي كان يعني يكون الرسوب خلص على مادتين بده يعيد السنة كاملة. بالعكس اليوم في فرصة جدا مهمة للطلاب لحتى يرتاحوا سنة كاملة بمادتين. تماما. هلا مثل ما حكيتي النقطة والكلمة الحلوة اللي حكيتيها موضوع الشغف. ألبرت أينشتاين بيقول if you love your work you are not working anymore. إذا أنت حبيت شغلك أنت مانك عم تشتغل. دائما محبة الشغل بتخليه يحس الواحد عم يستمتع، هو مانو عم يشتغل، هو مانو عم بيعاني لأنه هو بيحب الشغل اللي عم يشتغله. موضوع الشغف كتير مهم. نرجع للنقطة التكميلية اللي حضرتك حكيتي عنها. أنا بتذكر على دورنا كنا أحيانا نعيد السنة كلها كرمال علامة. صحيح. أنا بتذكر حالي من أصدقائي كرمال علامة عادت البكالوريا تاخذ الفرع اللي بدها اياه. ناس كثير. بالتالي التكميلية خفف الضغوط مثل ما قلت هلا، هي مادة أو مادتين، يعني هو أصلا ما رح يعاني بمنهاج كامل، ما رح يرجع يعيد مادة الثقافة القومية واللغة العربية، هو رح يعيد مادة أو مادتين. فتخيلوا قديش وهو أصلا عنده فكرة، تخيلوا قديش عنده قدرة على التركيز وعنده قدرة على التجاوز وتحصيل النتيجة اللي بده إياها بأعلى ما يمكن، لأنه هو عنده وقت قصير وبجهد كله أقل. تمام. يعني هي عادة. تمام. أكيد. بالختام الدكتورة ربا خضور أخصائية في طرق التعليم وتطوير المنهاج، بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا لليوم، واكيد بالتوفيق ونجاح لكل الطلاب. بالتوفيق ونجاح لكل الطلاب، نتمنى اللي ما حالفهم الحظ انه بمزيد من التركيز والاستمتاع اثناء الدراسه انه يوصلوا النتائج اللي بدهم اياها ان شاء الله. شكرا. الف مبروك للناجحين. شكرا دكتوره لحضورك، ان شاء الله بنلتقي هيك بنتائج حلوه. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا.